عاملين من غرام الزنزانه كل تهمه ابراهيم الدراوي ان هو صحفي قال رايه على قناه. ابراهيم الدراوي اعتقل من مقر عمله من روتانا مصريه، ما اعتقلش من اي مكان تاني. كل تهمته ان هو صحفي شريك. عمل ايه ابراهيم الدراوي عشان يغير في حياته؟ عمل ايه عشان يوضع في زنزانه التاديب لمده اسبوع؟ عمل ايه عشان يحرم من زياره الاهل لمده شهرين كاملين؟ عمل ايه عشان يوقع هدوم مقطعه؟ عمل ايه عشان يحرم من الطعام والشراب؟ كل تهمته ان هو صحفي حر رفض ان هو يقول نعم للظلم، قال لا للظلم والقهر. بالنسبه لموقف نقابة الصحفيين، موقف نقابة الصحفيين موقف متخاذل. كل ما بتقول النقابه ان هو ان احنا بنعمل وبنسوي هي وعود فقط، لم يتغير موقفها. لا المجلس القديم ولا المجلس الجديد تغير موقفه من هو كل اللي بيقول ان هو وعود كاذبه وليس سارقه. الزياره دلوقتي بقت ربع ساعه، يمنع دخول اي اكل. اي الاكل عباره عن معلقه رز على معلقه خضار على قطعه لحم في كيس. يعني الحيوان اعزكم الله يعني نفسي استشمئز من الاكل اللي بيدخل ابراهيم الدراوي. اكل السجن سيء جدا، يعني حتى الحيوانات تأنف ان هي تاكله. الكانتين مقفول مغلق، قعدوا شهرين كاملين الكانتين مقفول، السيارات ممنوعه، مفيش اي حاجه بتدخل خالص. كل ده في ملحق المزرعه عشان ايه؟ عشان هم قالوا لا. كل تهمتهم ان هم من شرفاء مصر، كل تهمتهم ان هم شاركوا في 25 يناير.